نفس الشيء هون عندي السيستم A B C D. عندي هون فيكتورز X1 XN. هاي ستيت ناخذ هذه بشكل عام U of S U of T. ممكن يكون طبعا هذا فيكتور ممكن يكون سينجل انبوت. وعندي هون output y of s y of t. هلا اذا يجي نسال السؤال نفس الشيء نقول هل عندي فول ستيت؟ لو اجينا طلعنا ستيت of the system at t naught كان x t naught اللي هو vector اللي هو x1 t naught x2 t naught الى اخره. لو هلا احنا مهتمين بالستيت تبعت السيستم وانا ما بعرفها انا مش عارفها بس السؤال اللي بساله هلا لو انا راقبت y of t لاحظوا هون عن مين كنا نحكي؟ عن u of t. وايش كنا نقول؟ controllability. controllability منطق اني احكي عن U of T. Observability منطق اني احكي عن مين؟ عن Y of T. لانه انا ملهاش معنى اراقب U of T. ما انا اللي عملت U of T. انا براقب Y of T. اذا if بنقول السيستم is fully state observable if by monitoring the output y of t or y of s for a finite. نفس الشيء احنا هون عم نحكي finite. هون ما لهاش معنى اني اقول infinite اني بدي اضل استنى الانفينيتي حتى اتحكم او اعمل observation. for a finite period of time we can determine the state of the system بس امتى؟ at t naught. فانا بمراقبتي للسيستم من t naught ل t1 قدرت اعرف الستيت تبعت السيستم امتى؟ في t naught. هون بتحكمي بالسيستم من t1 من t naught ل t1 قدرت اوصل السيستم للفاليو امتى؟ at t1. اوكي شايفين مبدا الديواليتي هون؟ هون ايش عملنا؟ تحكمنا بايش؟ حكمنا بالانبوت. هون عملنا observation للاوتبوت. هون كان عندي ستيت معروفة في البداية ومعروفة ايش بدها تصير في النهاية. هون كانت السيستم مش معروفة في البداية وبدي اعرف ايش هي في البداية بس عمالي براقب y of t. بمراقبتي y of t لفترة زمنية finite period of time بقدر احدد ايش كانت الستيت تبعت السيستم at time t0. لاحظوا انا هون ممكن يكون عندي one output ممكن يكون عندي n states وبس من مراقبتي للاوتبوت لفتره زمنيه معينه قدرت اعرف ايش الفاليوز تبعت ال 10 ستيتس. ايش في فائده هذا؟ ايش فائده الاوبزرفابيلتي؟ نعم تمام اوكي. ممكن ما اقدرش اوصل للفاليوز هذول وممكن احيانا ما بدي احط. تفضل. ممكن يكون الاوتبوت ممكن يعني جزء من الستيت فاريبل. تمام. لا هو اكيد الاوتبوت جزء منهم طبعا اكيد. سي مش شرط انها تكون الحاله الوحيده اللي هاي ملهاش معنى احكيها امتى؟ لما تكون سي ايش؟ واحد 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 واحد. شو يعني؟ يعني انا مطلع كل state variables على y فقلت لك والله انا راقبت y of t وانا عارف الفاليوز. ما انا عارفهم طبعا لانه c واحد 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 مش هيك؟ لكن لو كانت c بتساوي واحد وكلها zeros يعني طالع عندي one state variable بقدر استنتج البقية من مراقبتي لهدول. مراقبتي لسنجل output بس لفترة زمنية معينة قدرت اعرف الفاليوز الثانية من هون. فكون c مش كلها واحد معناها تفسير تاني لها غير اللي حكى عنه البلاك بوكس انه انا مش قادر احط سنسرز عليهم. انا لو حطيت عليهم كلهم سنسرز شو بقدر احول سي؟ سي بتصير كانها لو حطيت عليهم كلهم سنسرز صار واي عندي واحد 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 او كونستنت معين. فمعناها هاي معناها اني جبت سنسر للفيربل الاول وركبته. طبعا هذه غلبه ومكلفه وممكن صعبه تكون وممكن احيانا بقدرش اوصل له وجيت سنسر وركبته للفيريبل الثاني. طب انا مش اسهل لي بكثير اني مثلا اعمل شيء زي هيك احط سي بتساوي الكل فاهم ايش يعني سي بتساوي واحد وزيروز يعني واي اللي هي سنجل اوتبوت شو بتساوي؟ اكس 1. فاكس 1 متوفر عندي بس انا مش متوفر عندي برا
لا اكس 2 ولا اكس 3 ولا اكس 4 ولا اكس 5 لحد اكس ان، لكن استطعت باستعمال الفول ستيت اوبزرفابيلتي اراقب مين؟ اراقب واي، كاني عم براقب على فكره اكس 1، ومنها استنتج ايش كانت القيمه تبعت اكس 1 لاكس ان التايم تي 0. هذه مهمه جدا طبعا.